بعد ما عرفنا إحنا نحتاج الفيديو، خلينا نكمل تصميم الصفحة. نشوف كيف صفحتنا صارت الآن. صار في عندنا فيديو، بدنا نكبر حجمه شوية حيث يكون نفس الفيديو هذا. خلينا نقول width بدنا نخليه 800 مناسب، هيك صار 800. وخلينا نعمل برضو زي ما عملنا في الصورة، نخليه في وسط الشاشة. كيف نعملها؟ زي ما حكينا قبل هيك في الإيمج. أول حاجة بنعمل ستايل، بنخلي الديسبلاي تبعه ديسبلاي، اللي هو بلوك، عفوا بلوك، زائد بدنا نخلي مارجن ليفت هو اوتو، و مارجن رايت برضو اوتو. كنترول اس، نعمل تحديث للصفحة، هيك صار الفيديو في وسط الشاشة. ايش في عندنا كمان؟ بدنا نكتب المصادر بالشكل هذا، وهذه الجزئية خليها آخر شغلة. نكتب المصادر، والمصادر زي ما احنا شايفين هو عبارة عن، خلينا نعتبره A3 تقريبا، هي H3 عفوا. هنيجي بعد الفيديو نكتب تاج اسمه H3، وهي H3 يكون نص المصادر. وبدنا نخليه محاذاة على اليمين، تمام، اللي هو التكست الاينمنت، يعني التكست الاين. نكتب ستايل تكست الاين رايت، تمام. هيك احنا بعد ما نعمل كنترول اس، لما نيجي نحدث صفحتنا أيضا عن المصادر بالشكل هذا، بدنا نعمل له بس تعديل بسيط، اللي هو النقطة تكون في الجانب هذا. وخلينا نعمل له مارجن، ما بظهر مارجن، مارجن رايت 20 بكسل، ليش خفية، تمام. كنترول اس، وهيك خليناها بعيدة شوية. وإذا حابين، يعني إذا لقينا فيه هيك مسافة، ممكن نحط تاج اللي هو إيش حكينا، بي آر، مظبوط، بالشكل هذا. وهيك إحنا بنكون عملنا سطر أو مسافة بالشكل هذا، اللي هو في عنا قائمة نقطية، تمام، قائمة نقطية بالشكل اللي تحت المصادر. قائمة نقطية كيف نعملها؟ بسيطة جدا، هاي عندنا صفحتنا تحت الاتشون، بدنا نقول اللي هو list، لا عفوا مش list item، unordered list، يعني قائمة نقطية، قائمة غير مرقمة، وجواتها list item بالشكل هذا، وثلاث ليست ايتمز، وكل واحد له نص معين. ناخذ هذا. طيب، في ملاحظة مهمة، الليست ايتمز هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن لينكات، تمام. فاحنا ممكن نعمل كمان تاج ال A بالشكل هذا، ونحط جواته هي اهم، او النص اللي بدنا اياه، اتش ار اي اف، يروح ل اتش ار اي اف، يروح للينك معين، نمسك هذا الكلام ونضيفه هنا، بس نغير النص، تمام، ما هو التسويق الحرمي. وطبعا المخطط الهرمي.
هيك صار في عندنا اللي هو items عبارة عن لينكات. خلينا بس نحط أي لينك، ناخذ اللينك هذا مثلا، لينك الفيديو. طبعا إذا كان مطلوب منكم تحطوا لينك معين فلازم تحطوه، تمام؟ بس إحنا عشان ما في عندنا لينك معين، مش مطلوب منا الليست ايتم هذا، أو لما نضغط على واحدة معينة مش مطلوب صفحة بحد ذاتها، بس مطلوب نعمل تصميم. لكن في الغالب لازم يكون في عندنا لينك جاهز لهذه الصفحة حتى يتم الانتقال إليها. نعمل كنترول اس، وبهيك صار في عندنا قائمة نقطية أو غير مرقمة بالشكل هذا، وكلهم عبارة عن لينكات، تمام. طبعا اللي صار عندنا لما ضغطنا حمل الفيديو، لأنه هذا عبارة عن لينك لفيديو. لو استخدمنا لينك مثلا فليكن ناخذ أي فيديو، أي خلينا ناخذ لينك اليوتيوب هذا، أو ناخذ الموقع هذا. نبدل اللينك هذا بالموقع، بلينك الموقع، نحفظ وعفوا نيجي لصفحتنا ونعملها. وين راح صفحتنا؟ ايوه تمام، هذا صفحتنا. نضغط عليها ودهنا صفحتنا. بس بدنا نعمل شغلة بسيطة، لو انت اكيد متذكرينها، بس نعمل تارجت عشان يفتح لنا صفحة جديدة، بلانك او تابة جديدة. وبهيك احنا صار في عندنا قائمة نقطية، كل ايتم فيها بودينا او يفتح لنا تاب جديدة، تمام. كل ايتم عبارة عن لينك اي تاك اي بودينا صفحة جديدة. طيب تمام، نيجي الان نكمل، وخلينا نشرح النقطة هذه او نشرح كيف نصمم الجزئية هذه. طيب هذا عبارة عن ايش؟ مش هذا عبارة عن منيو زي ما اخذنا في الواير فريم، انه هذا المنيو كل ايتم لما نضغط عليه بيفتح لنا صفحة جديدة، تمام. يعني ضغطنا على من نحن بيفتح لنا صفحة من نحن، تواصل معنا بيفتح صفحة تواصل معنا، وهكذا لباقي الايتمز. طيب نرجع نستذكر تاج الـ A. قلنا تاج الـ A في ممكن انه يكون بالطريقة هذه A، تمام، ويكون في HREF HREF بالشكل هذا، ويكون عبارة عن لينك، تمام. يعني ممكن نعمل اللينك هذا صح، زي او زي ما احنا عاملين هذا، وممكن كمان يكون عبارة عن صفحة داخل المجلد تبعنا، مش صفحة من الويب، صفحة داخل المجلد تبعنا. يعني احنا فعلا قادرين نفتح صفحة تانية احنا مصممينها، تمام، بداخل الفولدر تبعنا. زي مثلا احنا في صفحة H1 صح، نقدر نفتح صفحة الهوم من داخل بيج 1. كيف هذا الكلام؟ بس بنروح بنعمل هيك، ناخد اسم هذه الصفحة بالكامل، وطالما هو في نفس الفولدر ما بيحتاج انه نكتب اي اشي قبل الهوم دوت اتش تي ام ال، مباشرة بيفتح لنا اتش تي ام ال. طيب خلينا في الاول ناخد هذا ونسميها هوم، تمام. نعمل كنترول اس ونشوف ايش اللي صار معنا. احنا ضايفينها وين؟ فوق ال H1، تمام، ضفناها فوق عشان تظهر فوق كلمة التسويق الحرمي. نعمل ريفرش للصفحة، وايش عملنا؟ كلمة هوم. لو فتحنا على هوم هيفتح لنا ايش؟ الواجهة
بالزاوية بتاعت الهوم. تمام، إذا عشان نعمل منيو هي هذه الطريقة اللي حنشتغل فيها. حنعمل تاج ايه ونحدد مسار الصفحة تاعتنا. لو كانت الصفحة تاعتنا داخل فولدر بالشكل هذا، فولدر اسمه بيجز واتش او هوم موجودة جوا البيجز، ايش بنعمل؟ نكتب كلمة بيجز بالشكل هذا. تمام، نحفظ وبنعمل ريفرش بالشكل هذا، والهوم فتحت لنا البيجز. تمام، طيب نرجع عشان الصورة اختفت، لأنه احنا الصورة بطلت تصير في نفس البيجز، فنعمل كنترول زد ونرجع كل شيء زي ما كان. طيب إذا احنا فهمنا كيف نعمل المنيو، بدنا نعرف هالجيت كيف نعمل المنيو، ولكن المنيو بالكامل يعني كل ايتمز المنيو. ولكن الشغلة المهمة اللي نسينا نعملها، انه لاحظنا لما يجي يضغط على الهوم بيفتحها في نفس الصفحة. احنا ما بدنا يفتحها في نفس الصفحة، بدنا يفتحها في صفحة ثانية. تمام، طبعا ليش ظهرت لنا اللي هو your file can't be accessed؟ لانه بكل بساطة احنا رجعنا حذفنا او طلعنا الهوم برا البيجز. تمام، فلازم نعمل هيك، صار في نفس الفولدر. طيب خلينا نلتزم بنفس الكلام اللي موجود، التسمية الموجودة في عنا صفحة من نحن، ناخدها هيك من نحن ونكررها 4 مرات. صفحة التواصل معنا بالشكل هذا، وكمان صفحة التسويق الرقمي صورة، وصفحة ايش اللي هو التسويق الرقمي فيديو. التسويق الرقمي فيديو. الآن الصفحة اللي هي التسويق الرقمي صورة بدنا نخليها هي اللي تودينا على ايش؟ على الصفحة هذه. يعني نرجع تاني، لما نضغط على صفحة هاي شايفين تحدثت، صار عندنا نص بالشكل هذا. بس من نعمل شغلة، الصفحة هذه ما تنثرها لما يضغط على التسويق الرقمي صورة. تمام، نيجي هنا ونقول له الغي لي هذا الكلام، التواصل معنا حيكون صفحة تانية، من نحن صفحة تانية، وفيديو صفحة تانية. طيب هذا أول شغلة. تاني شغلة، إذا إحنا لاحظنا، طب نيجي على صفحة اللي هو التسويق الرقمي صورة، نسينا نعمل الشغل اللي هو نفتح تاب جديدة، صح؟ المفروض إنه تضغط على من نحن يفتح لك تاب جديدة، حتى لو إحنا بدنا. طب لو مطلوب منا هيك، لما مطلوب منا أنا لما نضغط على من نحن يفتح لنا من نحن في واجهة جديدة، لكن لو مش مطلوب منا ممكن نخليها في نفس الواجهة. تمام، لما نفتحها في صفحة جديدة، تاب جديد عفوا، نكتب target blank. خلينا نعملهم كلهم target blank عشان كل واحدة تفتح في تاب جديدة. تمام، طيب الآن شوف كيف صار عندنا التصميم. إذا ملاحظين بين من نحن وتواصل معنا ما في مسافة كافية بينك، كأنها كلها كلمة واحدة أو كلها لينك واحد، صح؟ لن نعمل مسافات ما بين كل آيتم والتاني. كيف نعمل؟ بسيطة جدا، ركزوا معايا. بدنا نيجي عند من نحن ونكتب بعدها اللي هو الشكل هذا، إشارة الدولار، عفوا إشارة الأند بالعربي أند. تمام، اللي هو ان بي اس بي بالانجلش، ان بي اس بي. الإشارة هذا ايش معناتها؟ او الكود هذا اند زائد ان بي اس بي سيمي كولون، معناتها سبيس. تمام، يعني هذا حتعمل لنا ايش؟ حتعمل لنا سبيس. طيب
تمام، ننسخها ونضيف سبيس قبل كل واحدة بالشكل هذا، بعد عفوا كل واحدة، بعد كل واحدة، وبعد تسويق الحرم الفيديو، ونشوف ايش اللي صار معنا. صار في مسافات، بس بنخليها مسافات احسن شوية، نقدر نضيف قد ما بدنا مسافات، ما في اي مشكلة. يعني ممكن نضيف قبل وبعد كل واحدة اثنتين عادي جدا. هنا هنا واحدة، هنا اثنتين، وهنا مسافتين، مسافة هيك ضاف مسافتين قبل كل واحدة والتانية، صار في مسافات ما بينها. تمام، ممتاز. طيب طبعا احنا ممكن ايش نعمل، ممكن نعمل بالشكل هذا، نطلع هذا كله، نعمل كنترول زد بس نطلعه برا، بدل ما نعمل زي هيك ممكن نعمل زي هيك. شايفين ان احنا صار في مسافة بعدها مسافة قبلها، خلينا نكترهم شوية مسافتين، هنعرف هذا كل الكلام ايش معناه. طيب شايفين هذه العلامة، زي ما حكينا هذه معناتها سبيس، فإحنا برا تاج ال A نقدر نعمل الأشياء هذا. برا تاج ال A ممكن نعمل مسافة قبل، مسافتين قبل ومسافتين بعد، تو سبيسز، وبعد كل تاج، طبعا هذا التاج ال A كلهم حيرسهم جنب بعض في نفس السطر أو اللاين. تمام، فإحنا بنقدر نضيف مسافتين قبل مسافتين بعد لكل اللي هو تاج A فيه. تمام، بالشكل هذا عشان يعمل بس مسافات اللي احنا شايفينهم هذي، ويكون في ما بينهم فرق. تمام، ممتاز. طيب كنا نتواصل معنا، ما بتعمل حاجة بلانك، ماشي، تواصل معنا عشان احنا عاملينها بلانك، فهو حيفتح نفس الصفحة بس في كتابة جديدة. تمام، التسويق الهرمي صورة، فتح لنا صفحة التسويق الهرمي. تمام، خلينا نيجي نصمم صفحات بسيطة للتواصل معنا ومنح. وأنا عملت لكم حاجة بسيطة جدا اللي هو بالشكل هذا. نيجي نعمل new text file html، و خلينا ناخد نكتب التاكس على طول html. وجوا ال HTML طبعا يكون عندنا اللي هو واحد، ويكون في عندنا body، ولو ما كتب لك اياها انت كمل كتبتها عادي جدا. عندنا title، طبعا هذا title من نحن، وفي عندنا كمان في البادي اللي هو ايش بدنا نعمل في البادي. خلينا ناخد نظام التابس هذا نفسه تماما عشان يضيف لنا كل الايتمز. شايفين كيف من نحن تواصل مع تسويق الهرمي صورة، بنعمل تسويق الهرمي فيديو. تمام، وايش بدنا نعمل، بدنا يكون عندنا قبل ما نحفظ، بدنا يكون عندنا تاج اتش 1، وتاج اتش 1 هذا اللي يكون فيه كلمة تواصل معنا، وطبعا اللي هو ناخد نفس الستايل اللي هنا، زي ما هو، ونضيفه هنا هيك. أضف لنا تاب جديدة، عفوا أسوان جديد اسمه تواصل معنا، وإله نفس الستايل، نفس اللون، نفس الألاين سنتر. تمام، في عندنا كمان نص عبارة عن باراجراف، بس باراجراف واحد بالشكل هذا في، والباراجراف هو هذا النص تبعها، وفي ستايل. إذا ملاحظين في للنص خلفية، فكيف نعمل الإشي هذا؟ بسيط جدا،
نعمل حاجة اسمها باك جراوند كلر، باك جراوند كلر، ويخلينا ناخذ اللون الأقرب هذا، أو ممكن جدا إذا طبعا نقدر نغير على القيم هذه. تمام، خلينا نختار نفس اللون. لو احنا بدنا، لو اعطونا اللي هو بالشكل هذا، نعمل بس كومنت. لو اعطونا مثلا لون، قالوا دخلوا اللون 90 90 اي اي مثلا، دخلوا اللون هذا، ايش بنعمل؟ نمسك 90 نحطها هنا، 90 هنا، او اي اي نحطها وين؟ هنا. نعمل كنترول اس، عفوا اي ماشي، احنا حنعمل حفز بس خلينا نكمل. فلو اللون هذا بنقدر احنا نتحكم فيه بكل بساطة، بس بنعدل هذول القيم. تمام، او بنيجي زي هيك وبنحدد، نعمل دراج نشوف اللون المناسب. تمام، عادي جدا. فما تقلقوا لو اجاكم وجاب لكم ارقام وقالكم ار جي بي، كتب لك كلمة ار جي بي وجاب لك الارقام اللي هو 90 90 اي اي، او اي سلسلة ارقام بحيث انه تشمل على 3 اعداد، قص مش ارقام، 3 اعداد منفصلة هيك. تمام، طبعا اعداد ممكن تكون فيها احرف من اي بي مثلا، يقول لك هيك. تمام، اللي هو الترقيم 16. طيب بدنا نعمل حفز ونسميها هذه بيج 2، نخليها في نفس المكان HTML.HTML. تمام، سيف، وبهيك احنا ظهر عندنا صفحة البيج 2، ونعملها open with اللي هو مين. تمام، نسينا نعمل باك جراوند، او الباك جراوند فيها مشكلة، تي يبدو انه ماشي، خلينا نشوف ايش المشكلة الموجودة. عفوا ماشي، الان ار جي بي لازم ارقام مش اي و بي، انسوا الاي و بي، هذا الاي و بي ترقيمتين يعني، انا معلش نسيت او اتلخبطت ما بينهم. الار جي بي هو رقم ما بين 0 لحد 255. تمام، فهنا بنقدر نكتب 100، بنقدر نكتب مثلا 250 بالشكل هذا. هنا جاب لنا اللون على طول، هذا اللون اللي حيظهر كخلفية. تمام، نعمل كنترول اس وبنعمل ريفرش للصفحة، وصار في عندنا اللي هو ايش، صار في عندنا خلفية. خلينا ناخذ نفس الخلفية تقريبا، او خلفية قريبة جدا منها. تمام، اللي هي لونها اخضر فاتح، وتقريبا هذا اللون يعني. ماشي، بس بنعمل شغلة، بدنا ناخذ الارقام هذه نفسها ونبدل الارقام اللي جوا عشان يصير الاتشوال نفس اللون. نيجي هنا نختار اللون اي اللي هو وحده تقريبا. تمام، نعمل كنترول اس ونحدث الصفحه بتاعتنا، وبهيك صار في عندنا خلفيه زي ما هو ظاهر قدامنا. تمام، هيك احنا عملنا صفحه تواصل معنا وفيها الصفحات هذه كلها. نعمل كمان صفحه، هذول حنجيهم طبعا حنعبيهم، بس خلينا نكمل ونعمل كمان صفحة file new text file و html واسمها تواصل معنا. عملنا تواصل معنا، في عندنا من نحن، هاي من نحن، حنعمل نفس الكود هذا، ننسخه تماما، ننسخه هنا، بس نغير ما بين، عفوا نتواصل معنا. هاي في عندنا تواصل معنا، في صفحة تواصل معنا، صار في عندنا صفحة اسمها تواصل معنا وصفحة من نحن. خلينا بس نتأكد انه احنا ناسخين الكلام صح، لانه يبدو انه تلخبطنا. هنا صفحة من نحن،
وهذا صفحة من نحن، وهذا صفحة التواصل معنا. أو النص الخاص بصفحة التواصل معنا. هو إحنا تقريبا كاتبينه صح؟ كنترول اس ونسميها ليبر 3. تمام، هيك صار في عندنا بيج 1، بيج 2، بيج 3 زائد هوم، صفحة الهوم. تمام، حنعمل شغلة الآن. صفحة من نحن، احنا جوا صفحة التواصل معنا. صفحة من نحن ايش المفروض تفتح؟ المفروض تفتح صفحة بيج 2. بيج 2 اسمها من نحن، فهتفتح بيج 2 صح؟ هنيجي ننسخ اسمها عند بيج 3 عند من نحن، نكتب بيج 2 دوت اتش تي ام ال. طيب الآن صفحة التواصل معنا، هل احنا محتاجين نخليها ايه؟ تاج ايه؟ لاحظوا انه احنا في نفس الصفحة، إذا لما يضغط على تواصل معنا المفروض ما يصير أي أكشن صح؟ لأن أنت مش هتفتح صفحة جديدة. فخلينا إيش نعمل؟ نخليها، ممكن نخليها مش بلانك بالشكل هذا، نخليها تاج بدون اتش ار اف، بدون ما ندخل أي شيء. أو إيش ممكن نعمل؟ ممكن نخليها اللي هو باراجراف عادية، بس هيتغير طبعا اللي هو حجم النص ومواصفاته. خلينا احنا نعتبره ايه، ولكن بدون ال HREF فاضي، بدون البلانك عشان ما يفتح لنا صفحة جديدة. طالما احنا في صفحة التواصل معنا المفروض ما يصير اي اكشن، وممكن نشيل خالص HREF هيك. تمام، طبعا صفحة التسويق الهرمي صورة هتفتح لنا الهوم، صفحة التسويق الهرمي فيديو هتفتح لنا واجهة البيج 1. هنكتب هنا بيج 1 دوت اتش تي ام ال. نيجي لبيج 2. بيج 2 صفحة من نحن، حنشيل البلانك وحنشيل اتش ار اي اف لان نفس الصفحة، و اتش ار اي اف هتفتح لنا اللي هو ايش، بيج 3. تمام، خاصة بتواصل معنا، وهذا زي ما هي، والفيديو هي بيج 1. تمام، في عندنا صفحة من نحن هي عبارة عن بيج 2 و بيج 3. طبعا أنا حفظتهم الآن، بس أنت ممكن تطلعوا عليها. مثلا صفحة المكتوب هنا بيج 3 عبارة عن إيش؟ عبارة عن تواصل معنا. فلما يجي على كلمة تواصل معنا بتدخل بيج 3. طيب في عندنا فيديو اللي هي بيج 1. طيب طالما أنا في بيج 1 المفروض هذا ما تعملنا أي أكشن صح؟ حنشيلها تسويق الهرمي، والبيج 1 حنحط فيها نفس التاكس هذولا، المنيو اللي فوق و جو كنترول اس. بس طبعا بدنا نخلي الهوم، طالما احنا في الهوم فما بدنا اي اكشن على الهوم. تمام، بهيك اصبح احنا قادرين او عملنا صممنا اربع صفحات مرتبطة ببعض. تمام، نعمل كنترول اس لكل واحدة نتأكد ونيجي هنا. طيب نقفل كل الصفحات ونبدأ من الهوم. تمام، نيجي هنا نفتح الهوم نشوف ايش اللي صار عندنا. open with chrome، هي هذا التسويق الهرمي. لما نضغط على من نحن فتح لنا. طيب ماشي،
ماشي ماشي، احنا تلخبطنا، بس هذا نص من نحن والكلام تواصل معنا، فخلينا احنا نيجي عند بيج 2. احنا بس متلخبطين كاتبين هنا من نحن، المفروض هنا تكون نفس التايتل تواصل معنا، صح؟ تواصل معنا، لا عفوا، أمورها تمام، بس ال H1 تواصل معنا، احنا بنحكي عن H1 H1 زائد التاتل نفس الاشي من نحن هنا. تمام، اذا هذا لازم تكون تحت من نحن ال H1 ال heading اللي هو هذا لازم يكون نفس العنوان، مش لازم، قصدي في تصميمنا في ال في في ال صفحة بين نعملهم، احنا عاملين صفحة من نحن، لازم يكون العنوان من نحن والنص هو نص من نحن. هنركز في الشغلات هذه. طيب عندنا من نحن، طيب الى ان لاحظنا انه من نحن هيك تمام امورها، التايتل والهيدنج هو نفس الاشي، ومن نحن مش قابل للضغط، وهذا اللي احنا بدنا اياه، طالما احنا في صفحة من نحن ما تقبل الضغط. تواصل معنا، هتفتح لنا تواصل معنا وهتخلي من نحن تحت خط، وتواصل معنا مش ما عليه اي اكشن. لما التسويق الهرمي هيفتح لنا صفحة التسويق الهرمي صورة اللي هي الهوم، تمام. في عندنا بس شغلة، انه احنا المفروض التسويق الهرمي فيديو يكون عليها اكشن، تمام، في الهوم تسويق الهرمي فيديو، تمام، ما عليه اكشن، بدنا نعمل الاكشن اللي عليه اللي هو بالشكل هذا. حدث ونيجي على تسويق الهرم الصورة، صارت الآن عليها أكشن، تمام، فتحت لنا صفحة. هيك صارت الصفحات مرتبطة ببعض زي ما احنا بدنا. طيب لو ما بدنا بلانك، لو بدنا يفتح في نفس صفحة الموقع، يعني هو ما طلب منا انه ينفتح في بلانك في صفحة ثانية، تمام، فاحنا ايش حنعمل؟ هنخليه يفتح في الوضع الطبيعي في نفس الصفحة، فبنشيل كلمة بلانك، تارجت بلانك من كل وحدة في كل الصفحات الأربعة. نشيل بلانك، بلانك بالشكل هذا، ونيجي نعمل تحديث للصفحات، وخلينا نبدأ من صفحة الهوم. لو نضغط على من نحن، معلش أنا نسيت، بس أعمل تحديث للصفحة. من نحن فتح في نفس الصفحة، تواصل معنا، تسويق الهرمي، تسويق الهرمي فيديو. هيك صارت كل الصفحات مرتبطة ببعض. خلينا نوقف عندها، نتأكد هل بس في عندنا أي شغلة، هل في عندنا أي مشاكل. طيب في عليك تاسك، بعد ما تعمل التصميم هذا كله، تمام، هو 4 صفحات بالشكل هذا، بدي إياكو تحولوا لهذه الليست، الان اوردر ليست، من الشمال لليمين، تمام، هذا التاسك حتكون عليكم. طيب المفروض الآن الأمور إن شاء الله تكون واضحة، لو في عندكم أي سؤال أي استفسار ابعثوا لي على طول. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.